ان شاء الله مستعدين، مستعدون جيدا ان شاء الله. خلينا اغلقنا مشهد السيد الرئيس مشهد. نعم، شكون هو الحزب الاول؟ لا، حنا دابا غادي نشوفوا جميع الاحزاب السياسيه ان شاء الله اللي عندها التاسعة والنصف في مقر حزب العداله والتنميه. نعم ان شاء الله. والمورال، المورال طالع ان شاء الله. ياك ما يكون غير الخير، ما يكون غير الخير. الله ييسر الامور، الله يدوز 5 سنين على خير. غادي يكون كوف ان شاء الله. وان شاء الله عندنا الثقه فيه ان شاء الله. الله يبارك. الله يجازيك بخير. كلمه في حق الدكتور، رجل طيب ذو اخلاق عاليه ونعم الجوره، وتنتمنى له التوفيق في المسيره ديالو. الوغ انا تنهنيه بالمنصب اللي عطاه صاحب الجلاله محمد السادس، وتنتمنى له التوفيق في المسيره ديالو ديال رئيس الحكومه ديال المغرب. شحال هادي وانت تتعرفوا؟ هو جيران هادي تقريبا 5 سنوات. كيفاش الطبع ديالو؟ فوقاش يخرج يدخل؟ ايوا بحال وبحال الناس عادي. تقريبا راه مده كبيره هو تيجي تيتقدم، راه ما يفوق واحد 6 سنوات ولا 7 سنوات. تيجي هو مره هو نورمالمون قليل، ولكن الاغلبيه البنات ديالو وولدو تيجيو ماشي مره ماشي جوج تيتقداو. شنو من نوع الدواء اللي تيشري؟ والادويه العاديه بحال هادشي مثلا ديال الدوليبران، بحال الادويه ذاك شي حاجه بحال هكا عاديه اللي تحتاج مسائل الضروريات العاديه. لا حيت هو طبيب نفسي، واش تا ياخذ نوع ما تيجي شي؟ لا لا، عندنا تيجيو الزبناء ديالو اللي تيتوج عندهم، ولا تيجيو تياخذوا الادويه من عندنا لي زوردونونس ديالو تيجيونا لهنا. اه تيخلص كاش ولا بالشيك؟ شكون هو؟ سي سعد العثماني. هو تيخلص اسبيس اون اسبيس عادي، اي دواء تياخذوا تيخلصوا في البلاصه. هذا الشيء اللي كان دابا بلا مرار عندنا عاد واحد لوغدونس ديالو هاد العشيه ان شاء الله غادي ياخذها. الناس الله يعمر لها العمر لهم الدار، لا وليداته لا هو، وهذا الشيء اللي كاين. الله يوفقو الله يوفقو. تيطلع للمسجد تقريبا صلاه الصبح يوم الجمعه تيكون السيده تجي عند هاد السيده تقدم لعندو حتى هي. لا الحمد لله زعما ناس تيتعاملوا تعامل شعبي. السيد الله يعمر هذا كان كيجي يتقدم عندنا، يعني في كان كيتقدى عندنا محل ديال تكزرت يعني جزاره. الحمد لله انسان عادي متواضع، ما كيقبلش شي حاجه اللي هي خارجه طريق الله عز وجل. هذا الشيء اللي نقدر نقول. كيشري اللحم؟ كيشري اللحم كويلو هذا ملي كانت عنده 127 القديمه. كانت عنده 127؟ ملي كانت عنده 127 القديمه اي. والحمد لله كان باغي ياخذ عندنا الفيلا ما بقاش خدا، تعطرات عنده الوقت من اجل الفلوس. الحمد لله انسان كنعرفه متواضع في يعني خير الناس. جارو ولكن تنعرفو كطبيب نفساني وكل شيء، وتنتعامل معاه بصفتي صيدلي وكل شيء الى من ناحيه ديال الوصفات الطبيه. وعرفته من قبل فاش كان قبل ما يدخل المجلس الوطني ديال العداله والتنميه كطبيب نفساني، وكان تيجي تيدير محاضره في ايام رمضانيه على رمضان وعلى الصوم وعلى هذه في النقابه ديال الصيادله ديال الرباط ووسالة. تما فين تعرفنا عليه، وكان رجل من اخير الناس وطيب الناس، وتنتمنى له التوفيق ان شاء الله.